أقيم بالمركب الإعلامي ببلدية الجرابولي اختبار تقييمي لاختيار مدربين لفئة الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، وذلك على مستوى مؤسسات تعليم بلدية الجرابولي. وتم الاختبار تحت إشراف إدارة الموارد البشرية وبالتنسيق مع مكتب شؤون التربية والتعليم وبالتعاون مع مراقبة الصناعة طرابلس، وبإشراف نخبة من المختصين والمهندسين على عملية التقييم. أقيم بمقر المجلس البلدي لبلدية الغريفة احتفال بمناسبة اختيار مختاري محلات مناطق البلدية ومباشرة أعمالهم بعد أداء القسم القانوني. المناطق هي كالتالي: الجعيرات، الغريفة، جرمة، توش، بريك، الفخفاخة، تويوة، الخرايق، جراجرا. وذلك بحضور عميد وبعض أعضاء المجلس البلدي الغريفة في مراسم احتفالية بحضور بعض مدراء المكاتب التنفيذية ونائب المجلس الاستشاري والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالبلدية. أقيمت بديوان بلدية الزاوية الغرب ورشة عمل بعنوان إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، ونظمت الورشة منظمة المبادر وبالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالبلدية، وذلك بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغربية وأعضاء عن المجلس البلدي ومدراء الإدارات والمكاتب الخدمية بالبلدية. وتناولت الورشة كيفية تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم في صنع القرار مع المجالس البلدية وتنظيم المؤسسات والمنظمات غير الحكومية وإشراكها مع المجالس البلدية في اتخاذ القرار. بإشراف مكتب المشروعات بالمجلس المحلي بن وليد تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمقر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بن وليد، حيث شملت الصيانة عمليات الطلاء والإضاءة وتوفير الأثاث والمكاتب الإدارية لجميع أقسام القطاع. أطلق فريق رواد الخير للأطفال في مدينة غدامس وبالتعاون مع مكتب الثقافة والمجتمع المدني غدامس مبادرة تدريب 60 طفلا وطفلة في مجال المبادئ الأولية في مجال الحاسوب، وتستمر هذه المبادرة عدة أسابيع وتستهدف الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 9 سنوات للتدريب على أساسيات ومبادئ جهاز الحاسوب.